السلام عليكم الغزالات، كي داير لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تحضروا لهذا الموديل هذا ديال الشبكه الكروشي. ثم انا هنا رانا بديت فيها، كما شوفوا درت عريضه، درت فيها 13، شوفوا درت عريضه وانا خدامه فيها. هاد الموديل هذا اللي غنخدم، غادي نخدمو في الجوهرة. بالنسبة لهاد الموديل ما غاديش ندير فيه الفتحة، غادي نخليه هكا. انا غنوريكم الطريقة اللي غادي نخدمو ان شاء الله، كيفاش نلصقو في التوب ديال الجوهرة وكيفاش نديرلو داك التزيين ديالو. يعني تبقى بالنسبة للتزيين تبقى اختياري، انا غادي ندير غير دوك الشميشات الصغار ولعقيق المهرس وداك العقيق الطويل. المهم تبعوا معايا المراحل، غادي نوريكم ان شاء الله هذا الفيديو. غادي الدرس هذا غادي ندير له نقسمو فيديوهات باش يكون الشرح مفهوم وواضح. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ندير هي البديه، كيفاش تبداو باش ديروا هذا المثلث هذا، خليكم معايا. غادي نبدا بخمسه ديال السلسلات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، وغادي نسد بمنزلقة هاد الحلقة هادي اللي كونت بخمسة ديال السلسلات، وغادي نطلع بثلاثة ديال السلسلات. هاد ثلاثة السلسلات دائما كتعطيني عمود. غادي نخدم ربعة ديال الأعمدة في هاد الدائرة هادي أو الحلقة ربعة، وهاد ثلاثة السلسلات اللي درت هي خمسة. ها واحد ها جوج ثلاثة أربعة ها خمسة. غادي نطلع ثلاثة ديال السلسلات، واحد جوج ثلاثة، وغادي ندور الخدمة ديالي. هنا من بعد ما درت ثلاثة ديال السلسلات غادي نمشي للفراغ، عفوا العمود الأول، وغادي نخدم جوج ديال الأعمدة في نفس العمود، العمود الأول والعمود الثاني. هنا المجموع عندي ثلاثة بدوك ثلاثة السلسلات اللي درت في الأول. غادي ندير سلسلة وغادي نخلي عمود الثاني وغنخدم في الثالث. هنا في الأول خدمت، في الأول خدمت جوج أعمدة، خليت واحد وخدمت في اللي حداه. غادي نخدم ثلاثة الأعمدة في نفس العمود، ها واحد ها جوج ها ثلاثة. غادي ندير سلسلة وغادي نمشي للعمود الأخير اللي هو المكون من ثلاثة السلسلات، وغادي ندير ثلاثة ديال الأعمدة، واحد ها جوج ها ثلاثة. هذا السطر الاول درت فيه خمسة ديال الأعمدة، والسطر الثاني درت فيه ثلاثة ديال كل جهة، درت فيها ثلاثة ديال الأعمدة، ثلاثة الأعمدة من هذه الجهة سلسلة، ثلاثة الأعمدة من في الوسط وسلسلة، وثلاثة الأعمدة في الجهة الاخرى. دابا غادي نطلع ثلاثة ديال السلسلات، جوج ها ثلاثة. هنا درت ثلاثة ديال السلسلات، غادي ندور الخدمة. العمود الأول غادي نخدم فيه جوج ديال الأعمدة، واحد ها جوج، المجموع عندي هو ثلاثة. هنا دابا غادي نبقى نكون داك المثلث، غادي نبقى ندير ديك الزيادة دائما اللي في الجناب.
دائما من هذا الجنب هذا تندير زياده، ومن الجنب الاخر تندير زياده باش تتكون لي داك المثلث. هنا غادي ندير سلسله، وغادي نمشي للفراغ اول هذا فراغ، وغادي ندير ثلاثه ديال اعمده، الاول والثاني وهذا الثالث. غادي ندير سلسله وغادي نمشي للفراغ الاخر اللي حداه، ثم كاينين جوج ديال الفراغات في السطر الثاني، غادي نخدم عاوتاني هنا في هذا الفراغ غنخدم ثلاثه ديال الاعمده، ها واحد ها جوج ها ثلاثه. غادي ندير سلسله وغنمشي للفراغ الاخر، عفوا العمود الاخير اللي هو مكون من ثلاثه سلسلات، وغادي نخدم فيهم ثلاثه ديال الاعمده، نخدم فيه ثلاثه الاعمده جوج ها ثلاثه. غنطلع بثلاثة ديال السلسلات ها جوج ها ثلاثة، غندور الخدمة وغادي نعاود نكرر نفس العملية. دائما في الجوانب تنديرو الزيادة، العمود الأول كنخدم فيه جوج ديال الأعمدة في نفس العمود، هنا ثلاثة السلسلات كاينة حداها واحد الفراغ، هذاك الفراغ أولا العمود هنا من درت ثلاثه السلسلات هاو هانتوما لاحظوا مزيان كي غندير في هاد الضربه هذه اللي حدا السلسله غادي نخدم فيها جوج اعمده، العمود الاول العمود الثاني، مجموع عندي ثلاثه. غادي ندير سلسله نمشي الفراغ الاول غادي نخدم فيه ثلاثه ديال الاعمده، ها جوج ثلاثة. ندير سلسلة ونمشي للفراغ الموالي نخدم فيه ثلاثة ديال الأعمدة، واحد ها جوج ثلاثة. غادي ندير سلسلة ونمشي للفراغ الموالي آخر غادي نخدم فيه ثلاثة ديال السلسلة ديال الأعمدة، عفوا ثلاثة الأعمدة، وغادي ندير سلسلة وغادي نمشي الفراغ ثلاثة السلسلة الآخرين وغادي نخدم فيهم ثلاثة ديال الأعمدة، ها جوج ها ثلاثة. نشتو الزيادة دابا ولاو عندي أربعة ديال الفراغات، السطر الثالث كانوا فيه ثلاثة ديال الفراغات، دابا السطر الرابع ولاو عندي أربعة الفراغات. تنبقى غدا هكا بهاد الطريقة هادي، تنبقى أنا خدام تنخدم وتنزيد من الجانب الأول والجانب الأخير، تنبقى غدا وتندير الزيادة حتى نوصل السطر 13. انا نوريكم الشبكه اللي خدمت، نتوما تشوفوا باش تنحصلوا على هاد المثلث هذا كيخصنا نبداو نديرو الزياده. تبقاو غادي حنا تنزيدو في الجوانب من هاد الجانب وهاد الجانب، غنديرو الزياده حتى نوصلوا للسطر 13 وتنوقفوا الزياده باش غادي نوريكم كيفاش نخدموا باش طلع لينا الطلعه هذه هكا عاديه. انا نكمل ونتلاقاو من بعد. هنا من بعد ما كملت 13 سطر بديك الزياده اللي درت باش حصلت على هذا المثلث، دابا غادي نوقفوا ديك الزياده وغنطلعوا عادي بحال هذا الشكل هذا. انا سبق لي هنا خدمت هذه الشبكه، نتوما كما تشوفوا هذا المثلث ها هو. هنا دابا خصني نطلع عادي باش نحصل على هاد الطوله هادي.
ديال على بركه الله. اول حاجه غادي نطلع دائما تنطلعوا بثلاثه ديال السلسلات واحد جوج ثلاثه. غندور الخدمه في العمود الثاني غنخدم فيه عمود. هنا عندي جوج اعمده وغنمشي مباشره لهذا الفراغ، ما غندير لا سلسله لا والو، غنمشي مباشره في هذا الفراغ غنخدم ثلاثه ديال الاعمده جوج ثلاثه. هنا عندي المجموع خمسه ديال السلسلات. دابا غادي ندير سلسله وغادي نمشي للفراغ الموالي غادي نخدم فيه ثلاثة ديال الأعمدة. هنا في الوسط تبقى الخدمة عادية، الاختلاف اللي تيكون غير في الجناب وصافي. غادي ندير سلسلة وغنمشي للفراغ الموالي غادي نخدم فيه ثلاثة ديال الأعمدة. كيف ما قلت لكم دائما الوسط تتبقى الخدمة عادية. هنا غادي نكمل السطر حتى نوصل هنا الاخير ونوريكم شنو غنديروا. تقريبا نفس الخدمه، ماشي تقريبا، راه نفس الخدمه اللي تتكون هنا في الاول غادي تكون حتى في الاخر. انا غنكمل السطر ونتلاقاو من بعد. هنا وصلت للاخير، وصلت للفراغ الاخير اللي كان السطر 14. هنا غادي نخدم ثلاثه ديال الاعمده هذا جوج ثلاث، وما غندير لا سلسله لا والو، مباشره غنخدم في هذوك الاعمده الاخرين غنخدم عمود فوق عمود وعمود فوق هذوك ثلاثه ديال السلسلات. هنا عندي خمسه ديال الاعمده، كيف ما بديت بخمسه الاعمده غادي نهيها بخمسه الاعمده. دابا غادي نطلع ثلاثه ديال السلسلات غندور العمل. هنا عندي دائما هاد ثلاثه السلسلات تخلف ليا عمود. هنا في العمود الثاني غنخدم فوق منه عمود، هنا ولاو عندي جوج. غادي ندير سلسله وغنمشي للفراغ مباشره غنخدم ثلاثه ديال الاعمده. ثم ردوا البال مزيان، في السطر 15 خدمت غير جوج اعمده، في السطر 14 خدمت خمسه ديال الاعمده، في السطر 15 خدمت جوج ديال الاعمده. هكا غادي نبقى غاده سطر فيه خمسه الاعمده وسطر فيه جوج اعمده. وردوا البال حتى لهاد الفراغات، هاد السطر هذا اللي خدمت سطر 14 فيه واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12، فيه 12 ديال الفراغات. والسطر 15 اللي موراه خاص يكون فيه 13 ديال الفراغات. دائما نبقى غاده طالعه سطر 12 وسطر 13. ردوا البال مزيان لهاد المساله هادي. هنا في الوسط دائما تتبقى الخدمه العاديه، ثلاثه ديال الاعمده سلسله ثلاثه ديال الاعمده. انا غادي نستمر هكا حتى نوصل للاخير نتلاقاو من بعد. انا وصلت للنهايه غادي ندير سلسله وغادي نمشي العمود ما قبل الاخير، يعني ما قبل هذوك ثلاثه السلسلات الاخرين، وغادي نخدم عمود وغادي نخدم عاوتاني في السطر في هذوك ثلاثه السلسلات الاخرين غنخدم عمود. هنا ولاو عندي جوج اعمده، كيف ما درت هنا في الاول جوج اعمده حتى في الاخر غتولي عندي جوج اعمده. هنا غادي ندير ثلاثه ديال السلسلات غندور العمل. هنا في العمود الثاني غنخدم فيه عمود، وفي الفراغ مباشره غنخدم ثلاثه ديال الاعمده باش يولي عندي المجموع خمسه ديال الاعمده. غادي ندير سلسله وفي الوسط دائما تتبقى الخدمه هي هي. كيف ما قلت لكم هنا السطر تتكون فيه السطر اللي كتكون فيه خمسه ديال الاعمده خاص يكونوا فيه 12 ديال الفراغ،
والسطر اللي تتكون فيه جوج أعمدة خاص يكون فيه 13 ديال الفراغ. ردوا البال مزيان هاد المسألة، السطر تتكون فيه 12 والسطر تتكون فيه 13. نتمنى الشرح ديالي يكون واضح ومفهوم، وأي استفسار خليه لي في تعليق. هنا دابا غادي نحبس الفيديو باش ما يجينيش الفيديو طويل بزاف، حتى تتم ان شاء الله، باش نوريكم كيفاش تلصقوا هاد الشبكه هادي، كيفاش تلصقوها على الثوب. انا هنا ما درتش الفتحه، انا بغيت نلصقوا في الثوب بلا ما ندير الفتحه. هنا درت العدد اللي درت اللي طلعت به السمطات، درت 74 سطر. بالنسبه للدرس عفوا شد لي الكروشي، بالنسبه للدرس هذا الدرس المتكير انا سبق لي ونزلت فيديو في القناه. هكا غادي نوقف الفيديو، وتنتمنى الشرح ديالي يكون واضح ومفهوم، وحتى لتتم ان شاء الله. ما تنساونيش بالاشتراك دائما، اللي شافت القناه ديالي لاول مره فضلا وليس امرا تشترك في القناه ديالي، ودير لي شي تعليق. والسلام عليكم، حتى الفيديو اخر ان شاء الله.